مرحبا فيكم في ترند. يصادف 14 فبراير من كل عام اليوم العالمي للسكري، ووزارة الصحة بمملكة البحرين شاركت دول العالم والمنظمات الصحية العالمية هذا اليوم تحت شعار رعاية مرضى السكري، إن لم يكن الآن فمتى؟ وكان الهدف من الشعار رفع مستوى الوعي ومعرفة عوامل الخطورة المسببة للسكري والعوامل التحذيرية ودلائل السكري وكيفية التعامل معه والسيطرة عليه وكيفية علاجه والتحكم فيه. مملكة البحرين أولت اهتمام كبير بمرض السكري، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، واللي تضم في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات، وتهدف لوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج للحد من انتشار الأمراض المزمنة وبخاصة مرض السكري. الله يحفظ الجميع ويشافي كل مريض. مواهب وانجازات شباب مملكة البحرين في جميع المحافل دائما تبهرنا، فقد تصدر اسم الطالب البحريني حمد أحمد شكيب من مدرسة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة الثانوية للبنين قائمة الترند في المواقع الإخبارية، بعد تمكنه من تحقيق حلمه برفع علم مملكة البحرين في قمة إفرست بجبال الهيمالايا. أحمد نموذج للطلبة المميزين، حيث كانت له مشاركات كثيرة من ضمنها العزف وسباقات قيادة الدراجات الهوائية والجري. هذه الإنجازات تدل على الرعاية والاهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم للموهوبين لكونهم الثروة المستقبلية الواعدة للوطن. ما زلنا مع طلبتنا الموهوبين في مملكة البحرين، ومع الطالبة إيمان أيمن من الصف الرابع الابتدائي بمدرسة توبلي الابتدائية للبنات، قدرت أنها تبرز اسمها وصارت حديث الحسابات الإخبارية من بعد تميزها في تقديمها لورش افتراضية في الرسم الرقمي ومهارات الحاسوب لزميلاتها الطالبات. رواد منصات التواصل الاجتماعي أشادوا بموهبة إيمان وكانوا يقولون برغم صغر سنها إلا أنها تمتلك العديد من المواهب الإبداعية. كفو عليها وعسى الله يوفقها في مسيرتها التعليمية. من القصص القريبة اللي كانت حديث منصات التواصل الاجتماعي، قصة لعصفور بري أطلقوا عليه اسم تشيبي، رفض الحرية وأصر على أنه يعيش مع زوجين من سلوفينيا. قصته اشتهرت بعد ما لاحظ الزوجين تعلق فيهم بشكل كبير من بعد العرفان الجميل اللي سووا له لما حصلوه قبل سنة تقريبا وهو طايح من عشة، وحافظوا عليه وربوه وخصصوا له قفص مفتوح يقدر أنه يطير في أي لحظة ويرجع لهم. الجميل في القصة أن الزوجين فتحوا حساب خاص لهذا العصفور وشاركوا يومياته للناس، ووصل عدد متابعينه أكثر من 14,000 متابع. شاب استرالي يدعى كينان ديري حظى بشعبية واسعة على تطبيق تيك توك وحصد ملايين المشاهدات وأبهر متابعينه بعد نشره مقاطع فيديو له يستعرض موهبته في التزلج على المسطحات المائية بدون ما يستعين بلوح تزلج ويعتمد على رجله وجسده فقط في استعراض حركاته البهلوانية. خلونا نتابع.
وبهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، وقبل نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV & Radio. نلقاكم باشر، مع السلامة.